قالت وزارة الدفاع السعودية إنه تم اعتراض وتدمير زورق مفخخ مسير عن بعد في مياه البحر الأحمر قبالة ينبع، وأن التعامل مع الزورق تم حسب قواعد الاشتباك. وأوضحت الوزارة بأن التحقيقات مستمرة لتحديد الجهة التي تقف وراء هجوم الزورق المفخخ. معنا من الرياض مراسلنا علي الشريف، ومتابعة منك لهذا التطور. علي، نعم فضيلة، المتابعة لهذا الحادث هو في ساعات الصباح الباكرة اليوم عند الساعة 6:46 رصدت الدفاعات السعودية البحرية لزورق مفخخ عن بعد كان في مياه البحر الأحمر، كان يحاول أن يستهدف شواطئ مدينة ينبع، هذه المدينة التي تقع غرب المملكة العربية السعودية بحوالي تقريبا 200 كيلومتر عن المدينة المنورة و300 كيلومتر عن مدينة جدة. تم رصد هذا الزورق وتم التعامل معه وفق قواعد الاشتباك العرفية. أكدت وزارة الدفاع على أنها تقف تعمل مع الجهات المتخصصة للتحقيق ولمعرفة من هي الجهة التي تقف وراء هذه العملية العدائية، وأكدت أيضا على أنها تتخذ كافة الإجراءات الرادعة لأي محاولة عبثية تحاول أن تستهدف المدنيين أو المنشآت الوطنية والمقدرات الوطنية في المملكة العربية السعودية. نعم فضيلة، شكرا لك علي الشريف في الرياض.